هات جاج ثلاثة. السلام عليكم اختي رشيدة. تحية للمشاهدين ديالنا فين ما كانوا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا دابا اليوم مازال معنا اختي انتصار، وغنشاركوا معكم عاوتاني شهيوات اخرين ديال اختي انتصار، ونقول لكم رئيستكم وحليمة اش طالعين من يديهم. كاش اسيتي انت ها اي على طبقه وداك الشيء مقاد. الله يعطيكم الصحه. انا صايبتها هذه رشيده، صايبتها هذه احصا شنو صايبات؟ لا تبارك صايبه هذه. انا صايبتها هذه انتما تبارك الله. انا من الصحه ما عرفتش فين الوكاله. انا صايبتها هذه. اقول لهم الصراحه، قول لهم الصراحه رشيده، قول لهم الصراحه بكل صراحه. هذا الشيء راه شريناه من باتيسري، واليوم اللي غادي نشاركوا معكم مع اختي انتصار هو العصير ديال زعزع. اياه ما هذا الشيء راه شريناه غير من باتيسري. هذا الشيء انا متبعين باتيسري، ما نكذبوش عليهم الله يسمح لينا. اياه اشنو اختي انتصار؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اختي انتصار محبوبه التي في، تبارك الله عليكم، ونتمناكم تكونوا دائما بألف خير ان شاء الله يا رب الحبيب. كيف ما كتشوفوا كنشارك اليوم، غادي نعملوا كيفاش كنقولوا الطاجاويه، لا غادي نقولوا ميريندا. غادي نعملوا ميريندا اليوم في دار كاسكروت ام حليمه. شنو هو ميريندا؟ كاسكروت صافي. انا عصير هذا اختي انتصار. غادي نشاركوا اليوم العصر ديال الماء، وغادي نعملوا العصر ديال الحليب، وغنعملوا العصر اللي هنايا ديال شويه ديال الخوخ والاورانج. يعني الليتشين. تشين هو الليمون. هو الليمون. والخلاصه شنو كيسميو هذا العصر اللي بغيتي تصايبينا اختي انتصار؟ يعني عنده جوج الاسم، مثلا عنده زعزع وعنده باناتشي. صح صح ما كاينش. لا يا ودي قلب صح صح. صح صح صح. السلام عليكم. السلام خويا. تحيه خويا عبد الاله. خويا شنو نقول لك؟ وقعوا علينا هذا الزعزع ولا كيقولوا له، والله قسما بالله مقبله مازال ما شربتش. نسينا زعما مع بعض من الدار. الله العظيم. عبد الاله ما تيشربش. عبد الاله راه كاين زعزع، راه كاين زعزع. ما بغيتش العمر كنجيب الملك، لا عمر هذا العصير. الله العظيم. السلام عليكم لالا الوالده. السلام عليكم. شي تحيه للمتابعين. السلام عليكم المشاهدين، تنسلو عليكم بزاف بزاف بزاف، وراكم عزاز وغاليين، وتنقول لكم عواشركم مبروكه، ويدخل لكم سيدنا رمضان الصحه والهنا ان شاء الله. امين. لا لا وانت يا الوالده ربي اش عرفه. والله عمي ما عمرني تينا شربت زعزع. زعزع وكي سمع به عندك غير اسمع زعزع. واسمع اسمع يا حليم ربي. الله الوالده شوفي اليوم ان شاء الله غتصايبوا لنا اختي انتصار، وغتشربي منه انت الاولى ان شاء الله. يا ان شاء الله بينو ان شاء الله، والله يرضي عليكم وليداتنا، والله يسهل عليكم. وحنا رحنا غشام وما عارفين والو. حاشا لله. غنشربوا غير العصير هو عادي ديال الليمون ولا ديال الخيزو. ديال الخيزو. لا الوالده لا. غتسالي كل خير الوالده انت. لا لا لا. وديال القرعه الخضره تندو ديال القرعه تيجينا بحال لابوك. اي 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 الوالده اش بغينا شي قرعه. اختي انتصار فين وصلتي؟ انا دابا غادي نبدا. اياه شنو عندنا الاول انتصار؟ عندي لافوكا هنايا. لافوكا؟ اياه الله يعطيك الصحة اختي انتصار. هذا راه زعزع المتتبعين اللي عزيز عليه زعزع يتبع معنا الفيديو. غنعطيكم اختي ديالي. شتي هنا درتي لافوكا غادي ثقيلة ضروري، لأن هو هذيك الزعزع أولا فرات خصو يجي ثقيل، يجي خاتم. اياه صافي كلشي تصحيح. شوفوا انا غادي نعمل هنايا شويه دنوا، ماشي مشكل يكون عندكم حمص او مزولوا القشور ومقليعين. شنو النوا؟ عملوا اللوز. حيت دابا كاينين المتتبعين ديالنا راه خصك توضحوا لهم. نوضح لهم غاليين وعزازين على راسنا، اللي كيبغاوها نشرحوها لهم. الله يحفظك. مرحبا على الراس والعين. كيف ما شفتوا غادي نعمل هنايا هذا راه اللوز المتتبعين. زيد شنو اخر؟ غادي نعمل لهم شي حبيبه ديال القرقاع. اييه باين هذا الشيء مقرقع. نصبوا فيهم. اي والله يسهلوا المليح صراحه. اي اختي انت صافي. نعطيو افكار حتى حنايا للمتتبعين ان شاء الله. والله الا عملوا شي افكار عطيتهم، عرفتي عملوا واحد بلاطو ديال الشلاضه فلتنا، وانما غدا ان شاء الله غادي نعاودوه. غايجيو شي ضياف عزازي، تبعوا قناه محبوبه التي في، وغادي تشوفوا شي حاجات مزيونين. اي اختي انتصار الله يكبر بك. اختي انتصار الله يحفظك. غادي نعملوا السكر غنتبعو معاهم عادي بلا ما نعملو هاديك البريستيج ها الطاسة وها هادي. أييه هداك الشي ديريكت. كيعجبكم الحلاوة أم حليمة ولا عادية؟ شوية ماما ما عزيزاش عليها الحلاوة. لا شوية. الوالدة ما عندهاش مع داك الشي. المهم أنا غادي نطحن هذا، وغادي أجي رشيدة أختي. أييه. نطحن هذا.
اش بالك فهادشي رشيده؟ والله انا ديجا شربتو كي قالتها لالا اول مره وكنت باقا صغيره في الدار البيضاء. فين شربتو؟ كنت مشيت مع خويا للدار البيضاء وعطاونا دوك الكيسان اللي عندهم اليدين. شربتو والله الا والله الا دخلت كيدوخ فيه كاوكاو فيه اللوز فيه لاكاجو فيه البيستاش فيه التمر فيه الزبيب. اعطيه من لك شداتك الدوخه يا رشيده نكملو كاع دابا هو الطريق واقيلا تتصايب رشيده بشي طريقه اخرى هو واقيلا ياك داكشي كيجي من شي فوقشي تيديروا دابا في الكيسان طبقه فوق طبقه فوق طبقه وكتاكل اييه الله يتسخر اختي رشيده. هادشي بان لي بيض فوق هاد متي بان شنو هو؟ هاد متي بان هادي واحد لاموز ديال لاموند ديال داموند كيقولوا لا ديال اللوز ماشي فرماج هذا؟ لا لا اييه واحد لاكريم. انا غنشارك شي حاجه مع المتتبعين ان شاء الله هنايا في دار ام حليمه غنشارك معاهم شي حاجات مزيونين اللي غيديو افكار هما بساطين وغيعجبهم الحال يعني غنعملو شي حاجه بلا شيء ان شاء الله اختي تنتكلفوا على بصح. ودابا ان شاء الله ملي غتمشي اختي انتصار وبغاو المتتبعين ديالنا يتابعوك وهذا فين غادي يلقاوك؟ مرحبا بهم غادي نلقاكم ان شاء الله عندكم في المنتدى ولا غادي نعمل لكم كومونتير وغادي تعملوني عندكم غنطلعوا هذيك العيون. يا مرحبا اختي انتصار قولي لي اسم القناه. عالم انتصار. عالم انتصار والهلي خطيهم النهار كبير بالفضل ديالكم ان شاء الله بالله سبحانه وتعالى. مرحبا بهم غادي يكون نهار كبير فاش غادي يجي من عندي ان شاء الله ويدعموني حتى انا والهلي خطيهم لان راه ما كاين والو ان شاء الله اختي انتصار. كنتمنى من الله ان المتتبعين ديالنا يجمعوا على اختي انتصار ويتعاونوا معها وتبارك الله عندها داك الشيء غزال وزوين ومازال غتشوفوا بزاف د الحوايج مع اختي انتصار ومازال غنمشيو لطنجه. لا طنجه غادي تكون ديك الساعه الطوب غادي يكونوا مخيمين كلهم بالبلوه ان شاء الله غادي نغدوا بطنجه غادي تشوفوا ياسين حسن حسن بوحدي ما كلشي كيهضر بطنجه داكشي اللي كاين والله احصى كلشي العايله هاجي العايله انتصار تما غنديروا الحصى العرس صافي اشنو هادشي اللي تفهمنا ان شاء الله. صافي احصى بدلات القرار غادير العرس في طنجه وغادي يمشيو غيتبعوا معنا غادي يمشيو ندخلوا للقاعات ديال طنجه غنعمل لكم فيديوهات تما باش تشوفوا شنو القاعه غادي تعجبكم. اه يا 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 رشيدة رشيدة ريفي ديالنا طنجة ولا كيبغي الكار طنجة 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 الله يعطيك الصحة. صراحة عجبني عجبتني الفكرة بزاف ولا القصة غادي نمشي ان شاء الله باقي غنناقشوا هذا الموضوع علاش لا غادي نمشي وعندنا اصدقاء ديالنا عندي صديقة ديالي كتعود الحنة وعندنا الناس تما يعني بلادور حتى هما اصدقاء ديالنا وغادي يكون هذاك الشيء واعر صافي تيتيش غتعاود العرس غنعاودوا العرس تيتيش شنو يا يا تيتيش عيط الحسن اشنو رشيده كاع نعاودوا العرس نعاودوا كاملين اللي كنسولوا عليه كنسولوا عليه الغياطه هما كاين الغياطة طنجة سميتهم الطنجاوية بلادوريس دابا قولي لهم شي حوايج بالطنجاوية اختي انتصار بحالاش تيتيش شنو بغيت نقول لكم شنو بغيت نقول لكم الحبايب ديالي كيكون الاجواء ديالهم كيكونوا كيحموا دابا تيتيش دابا سولوا على زعزع كيفاش غيكون زعزع يكون غزال خليني نعمل عقل على زعزع ديالهم هضرنا بالطنجاوية الطنجاوية انتصار حصلوني والله إلا حصلوني غادي نعمل لكم هذيك الشيء متوبل مقدد صافي مش كشكش الله يرحم ما هو بابك حصل الله يعطيك الصحة ودابا دابا رشيدة داكشي تتحل ولا مازال؟ لا بغيت مابغيتش نقطع ليه النص دا ما غاديش يتسمع الصوت ديال البنات. نقطع اختي رشيدة تابعونا المشاهدين على ما نحنوا هادشي ونكملوا معاكم ان شاء الله يا ربي. انتصار فين وصلتي؟ ها انا كيف ما كتشوفوا العصر ديالنا اييه شوف اختي اييه كاين شي معلقه حفصه خلي تنبدا الكوب هنايا باش يشوفوا الطريقه كيفاش غادي نكبوا كل شيء اييه نحاول باش ما نتقاش عليهم غادي نجيب هذا هنايا وهنا ها حنا جبنا الفريز ديالنا هنايا اييه هذا الفريز اختي انتصار زولي له هذيك العديمات وداك الشيء شنو هذاك؟ هذا لافاني وريها لهم وريها لهم قلبي اختي انتصار هكاك هذه هي الصاشيط لافاني كيعطي واحد النكهه زوينه اييه بصح الماء يكون بارد عمركم من الاحسن ما تعملوا شي فريسه تعملوها بالحليب زولوها بتاتا عملوا الماء كيجي غزال وكنتمنى تثقوا في الذوق ديالي ان شاء الله وغادي يعجبكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله وغايجي خاتم كي جاتكم هذه الفكره هذه يا رشيده ديال انها طحنها
ما حنا كنديروها بالحليب صراحه. وغير جا عندكم معتمد الحليب في رمضان كيكون شويه شقاصح ما يمكنش كلشي نعملوه بالحليب لان كافي عملنا لافوكا بالحليب. اييه بصح كيجي معنا رشيده اختي قمنا بالمهمه. اييه دابا راه كطحنيها اختي رشيده ياك. اييه لاله حفصه شنو كديري؟ كدوق يا حفصه. ها يا حفصه شنو هذاك حصا ورينا؟ هذا الخوخ المعلب. نشوف هانتوما تبارك الله. هو شوف داك الشيء كي ازي حصا ازي ورينا متتبين واقف مكعامر حصناك يا حصا. تبارك الله صافي المتتبين شهيناكم ديالنا انا وياك رشيده ان شاء الله يا ربي. اشنو باقي دابا اختي انتصار؟ دابا باقي غادي نعمل لهم اللتي مع المانك. اللتي مع المانك وعاد غادي ندوز للدريساج ديال الكيسان ديالنا هما هادو. غادي نعوضو لهم نتولو وبحال اللي كنقول لهم انا دائما في القناه ديالي كنقول لهم راه العين كتاكل قبل الكرش. بصح اختي انتصار كتجي شي حاجه مزيونه وكتكون تيلا راضي على هذيك النتيجه اللي كتعطيها. اييه بصح اختي انتصار يلاه كتكملوا معايا حتى تم هذا الفيديو. شنو تيتيش؟ الحاجه اللي كنتسنى هي الزواق. زواق صافي هانيه يا ودي تيتيش. دابا غنعطيك تكب وغادي تزوق وغادي تسال ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اييه ولا لا ملاك هيا كتحفظ. لا لا ملاك الغزاله ولا الملاك السيده ديالها. ديرو باي باي. هضري مع المتتبعين. قالت لي ماما خدم الدروس. قالت لك ماما كتخدمي الدروس. ورينا ملاك الدروس. اي 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 برافو ملاك. كيف ما كتشوف هيا رشيده هنايا طحنت. اييه عصير الفريز وكيف جات حتى هو تقيل. اييه الفريز هذا الفريز. اييه غادي نخليوه حتى هو على جانب. وهنايا عندنا المانك وعملت واحد الخوخه حتى هي مرقده بما ان ما جبرناش الخوخ. اييه وغادي نزيدو حتى هادي شي ما خليتي لنا انتصار. ما يمكنش لينا غنخلي لكم شي. الله يعطيك الصحه ودي اختي انتصار. هنا غادي نكبر هنايا اللتين. اييه الليمون. الليمون صافي باش يجي خاطر. هاكا رشيده اختي المهمه ديالك. علاش ما كملتيش هذاك انتصار؟ علاش ما درتيش كامل؟ من عندو شي حيت خصني حتى نشوف واش غيجي ثقيل اولا خفيف. لان هو المنظر ديالو هو يجي في اللامبات هيدا اولا في الكيسان طبق يجي يجي بواحد التلوينه. اييه الا عملنا خفيف غادي يسيح وغيتخلط. اييه اختي غير حبه يسار هذيك الصعيد. اييه انتصار هانا خياتي هانا. اييه فين وصلتو اختي؟ دابا هنا في كاين المعنى ياك. اييه هيا انتم المتتبعين ديالنا هذا هو زعزع العصر. هذا زعزع براسو ياك. هذا غزال والله الا غزال. انتم المتتبعين داكشي تبارك الله جاي عند اختي انتصار غزال. هيا شوف فاش غيكون هذا الكلر هذا. شوف تبارك كيجي زوين تيتشوطات عينه. هذا ملك ديالك. هذا ملك اللي كتصايب انتصار دابا. ايا عليكم الخصة. ايه تبارك الله سي انتصار. دابا لا لا تبارك الله. لا لا والله الا تبارك الله راه قادرين ما يعطيوش. لا 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 رئيستنا الله يعطيهم الصحة. والله الا برافو عليكم انا كنعترف بكم صراحة. لا زعما جبرتي شي حاجه محسن. والله لا لا اشرا لا اشرا فوق راسنا وعينينا. لا لا والله لا تبارك الله ما شاء الله الانسان عايش في الدنيا راه كيتعلم. وما لا حتى نتوما عندكم رغبه. شي واحد اللي عنده رغبه وكيمكن راسه هذه. انت يا ملك انت يا ملك انت يا ملك. ها نشوف قدمي لنا اختي انتصار ورينا المتتبعين ديالنا. ها انا المتتبعين. يلا قولوا ردوا علينا المتتبعين تقبلوا علينا هذا الشيء هذا ان شاء الله. هي الحليب اللوزات كل واحد شنو غادي نشكلوا غنشكلوا هنايا باش يجي الشكالات مزيان. دابا شكون خصو يذوق عبد الاله؟ ما يلاحظش انا اخويا شنو علينا؟ ما يلاحظش انا نوض عبد الاله نوض لا تذوق اخويا انت الاول نوض 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 عبد الاله نوض باش تقول المتتبعين ديالنا شنو كاين نوض نوض اجي حدايا هنايا. يا راه عبد الاله باش غتبدا؟ والله ما عرف باش غنبدا انتصار. انتصار انتصار باش غنبدا باش ما بغيت سير عبد الاله ربما ذوق رد علينا. بسم الله ولد عليها هذه ولد عليها عبد الاله. ايوا هذا الشيء خصني نتبدق معاه والله الله يعطيها الصحه ربي برافو عليها والله القاسم مزيان صحتك وراحتك. مانيش شفت شي قليله ما غايدير والو غنجيبو كربه وصافي.
خمسة كيسان ولا خمسة ستة ما قبل. هاي هاد الشيء عاد جمعنا. شو باقي لبنتي صار؟ ما تشربش عليه الماء. يا هانتوما الله يعجبكم وهادشي تبارك الله عندك شي مصاصة غادي يعجبهم. انا فاطمه رشيده درنا العشاء لعمي اش درنا في الروج قلينا وهذا المهم كلينا وبقينا مجمعين شحال ايوا ترقدوا لعنا الظهر على الجوعاتين نقول لكم خلينا شي دجاجه اخرى هذا شنو ايفيلي شنو هذا اختي انتصار عملت لهم اللوز ايفيلي هنايا نقول شويه الزبيب اييه تبارك الله شويه شي المشاهدين تاع هما تبارك الله عليك اختي انتصار داك الشيء غزال ديكور عند واحد الاساس ديال الديكور كاين غير كتشوف هيدا كتشبع شي على كولوريس هنايا شي حاجه مزيونين شوف على اي 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 تبارك الله عليك كنسمع الناس تقولوا علينا والله الا الله يعطيك الصحه اختي انتصار الله يعطيك الصحه والله الا برافو عليك داكشي غزال تبارك الله هادشي اللي كنبغيو نشاركوا مع المشاهدين والله الا نبدلوا شويه تبارك الله داكشي غزال والله الا انتصار الله يعطيك الصحه والله ساليتي عندي لا ولا ساليتي صافي زعما غاتشوف كنت الوالده نيش الله يعطيك الصحه واعطيو لالا ديالها عطيو لالا ديالها موجوده صراحه راه وقتها الانسان يستغل الفرصه وينوع في العواصر ديالو سواء في رمضان صحيين كيستافد منهم الانسان حتى الوليدات الصغار تيستافدوا انا ولادي في رمضان تيصحى هذا عملنا التشكيله هذا عملنا التشكيله شو هنا التشكيله هذه شو هنا كيف جا شو هنا كيف جا يعني خدم به كيف ما بغيتي برافو عليك اختي انت صلاتك صح حنا عندنا هذا في طنجه معتمد كنعطيوه نهار الظهر للعروسه ضروري اساسي هذا نعطي الحصايه حداك ضروري كنعطيوها للحضاري كاملين الناس ماشي العروسه العروسه عاد الناس لا العرسه ما كتحق والو لا ما كتحق والو وي سير خصك تنعسي سير خصك تنعسي شنو حبسه؟ ما بقيت انا غير عرس طنجه الله 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 دابا هذا شي شكل اخر انتصار وياه باقي شي سكل اخر نخلطو ونوعو اياه هانتوما انا متسبين ديالنا كيرا هانتوما رفقاتهم انتصار مع هاد الحلويات تبارك الله هانتوما نبدلو شويه نبدلو شويه مشينا انا واختي انتصار الصباح ومعنا اخونا الحسن الحسن ما قصرش لا ولا قصر والله العظيم غير اللي قلتلو زيدي زيد ان شاء الله تكون صحه الصور هذا شوف انت صار هزي انت صار اختي ورينا الموت سبعين هكا هكا اختي انت صار الله شوف كيفاش كيفاش ما شاء الله يا انتم انا موت عامر ما شاء الله عامر وبما تكمل اختي انت صار ان شاء الله نكملوا معكم تتمه الفيديو ياك اختي انت صار ضروري ضروري والهلا يخطيهم علينا والله الا يخطيهم ربي يخليك شتي راه اختي نهاية الفيديو ولا؟ صافا خويا سليم هانتوما المتسبعين الكرام الريساج ديال العصير ديالنا هانتوما المتسبعين ديالنا ولا سي حسن نوريو شكرا والله العظيم داكشي تبارك الله جا غزال كنبغيو نوريو لهم وفي نفس الوقت كيبقاو فينا هكا اللي كيتشهاو الحاجة اييه بالحق في نفس الوقت زعما الناس يستافدوا كيستافدوا واخا تكون ساهل هادشي راه ساهل واي دار كتلقى فيها الفريز لافوكا سيرتو في هذا رمضان اي فاكهة عندك البنان اي فاكهة تبارك الله ديرها تفاح مهم الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة اختي انتصار والمتابعين ديالنا ردوا لنا في لي كومونتير كي جاكم هادشي ديال اختي انتصار ان شاء الله يا ربي حلو غادي يكون على الخير وهما الحمد لله ربي يعطيهم عويناتهم هما غادي يشوفوهم داك الشيء اللي كاين اختي انتصار الى الفيديو المقبل ان شاء الله مع السلامة تابعونا غادي نعملوا شي حاجة مزيونين مع عريسة ام حليمه ان شاء الله يا ربي ربي يخليك اختي انتصار ومع السلامه مع السلامه لا لا لا